الوازعية غرب مدينة تعز. تصل هذه المديرية بين الساحل وبقية مديريات المحافظة، وتشرف على الخط الرابط بين تعز والحديدة، كما تحدها مديرية المضارب التابعة لمحافظة لحج. تدور فيها معارك شرسة بين رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والانقلابيين من جهة أخرى. تم بفضل الله أخذ جزء من قبل الغباري، والعدو لا يزال في جزء منه، وأخذنا قبل الروي متمركزين بالكامل، أصحابنا متمركزين فيه، وإن شاء الله طبعا سلسلة قبلية كبيرة، وإن شاء الله التقدم جاري على قدم وساق، والإعداد لهذا التقدم، وإن شاء الله ستسمعون في الأوقات القادمة خيرا إن شاء الله. قبل الغباري مطل على الوازعية وخط الرئيسي للوازعية، وأيضا المخل، لكن أقرب شيء لخط الوازعية، وهو ما نصب إليه الوصول إلى خط بفرق الوازعية إن شاء الله كمهمة أولى إن شاء الله. وادي وسائلة الحناية الذي أجبر أبناء تعز على اتخاذه طريقا وحيدا لما يقرب من عام للدخول والخروج إلى المدينة. تجري في هذا الوادي مطاردة الميليشيات وتصفية هذه المناطق وتطهيرها باتجاه الشقيرة مركز مديرية الوازعية، كما تم استعادة جبال ومناطق الدرج والعصفور والمحتملة والعنيفية. وتدور المعارك اليوم بجبل غباري. الذي يشرف على منطقة المثلث القريب من مركز المديرية، ولم يبق منه إلا موقع واحد تتمركز فيه الميليشيات بعد زرعه وكل الطرق المحيطة بالألغام المحرمة دوليا. معي ثلاث فرق هندسية لإسناد القوات المهاجمة على قوى الحوثي والمخلوع في خط الوازعية وفي مديرية الوازعية. طبعا الفرق تعمل جاهدة الآن من اكتخاص الغام في سائلة غباري المطلة الذي يطلع عليها قبل غباري، وتصفية قبل غباري من الألغام الفردية والألغام المضادة للعربات والدبابات كما هو موجود الآن. بدأت الحرب هناك بمدينة تعز، حرب مبان وشوارع وحارات، ثم تحولت إلى حرب تباب وأودية وجبال وسهول، وها هي اليوم تتحول إلى حرب مديريات وسواحل وموانئ. فهل سنراها عما قريب تتحول إلى حرب تطهير واستئصال للميليشيات من كل المحافظة؟ محمد يوسف لقناة سهيل، مديرية الوازعية،